طبعاً هذا سبينر. يا طلعي مالك. وبعد عليه عين الماسونية. توقعكم من اللي جايبه أو من اللي ناطله هنا؟ أو إنه طايح من السماء؟ ناخذه ولا ما ناخذه؟ خلنا ناخذه نجربه. وش تجرب فيه؟ نجرب تحدي. تحدي؟ إيه. توقع كم بتجي؟ أنا أكثر شيء جاء 3 دقائق. لا أتوقع هذا 2.5 دقيقة. دقيقتين ونص؟ إيه. دقيقتين ونص. لا أنا أتوقع 5 دقائق. لا أنا أتوقع 3 دقائق إلى 2.5. أنا أقول 5 دقائق. وإن جبتها بخمس دقائق؟ أتحدك. عشاء. عشاء. عشاء من بودي برجر. بودي برجر. الآن نروح للتحدي. تحدي عشان بودي برجر إن جبتها بخمس دقائق. مالك يقول 2.5 3 دقائق. وأنا أقول 5 دقائق. نتوكل على الله ونقول بسم الله ونجربها. مالك راح يجيب مؤقت وراح نحسب الوقت. طبعا زي ما تشايفين هذا سبينر اللي لقيناه طايح. شكله عجيب غريب. والله ما ادري ايش اقول. هذا شكله عين الماسونية او طايح من المريخ زي ما قال مالك. راح نجرب الان ونحسب كم يجيب. بس واضح انه ثقيل واصلي وشكله بيني وبينكم حلو ولا؟ نجربه. نحتري مالك بس يجيب نحتري مالك يجيب المؤقت الجوال وراح نتوكل على الله. طبعا حنا الان متواجدين في السودة في ابها. هذه الاستراحة المطلة. هذاك طريق السودة. ناظر كيف الناس. طبعا هذه شجرة فواكه. يلا جبنا المؤقت الآن نبدأ على بركة الله. نجي هنا نحطها. حط الجوال جنبها. يلا نبدأ الآن ونقول بسم الله. يلا يا مالك. جلس يحسب. راح ناخذ لكم جولة في الاستراحة. طبعا زي ما تشوفون هناك هذاك شارع السودة يطلع السودة. في هناك ناس كشعته. ناس شعيب محارب. وهنا هذه بعد استراحات. والله منظر خرافي. نرجع المالك. ها مالك. دقيقة و15 ثانية وما زالت سريعة. والله أتوقع أنها بتوصل لأن ذي المرة سواها بسرعة مرة. والله ناظر الأجواء الخرافية. إيش رأيك بالأجواء مالك؟ خرافية ما شاء الله. ما نسمعك. خرافية ما شاء الله تبارك الله. أوصي المخرج. تخيل اطيح منه. اذبك مالك منه. لا 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 لا. دقيقتين ونص. ولا زالت سريعه. ولا زالت سريعه. توقعكم كم بتوصل؟ كم بتوصل؟ 5 دقائق. تحدي بودي برجر راح اكسبه. امسك مالك. صح. الان ولا زالت سريعه. هل تتوقع؟ لما الحين هو دقيقة. لما الحين هو سريعة. 2.3 دقائق. هل تتوقع؟ اي 3 دقائق. والله؟ والله. تتوقعون ان عبد الله يجيب تحدي بودي برجر؟ حطيت التحدي. مصورين وكل شيء. ها؟
وهذا أخونا النشبة اللي جالس يضحك علينا. ناظر كم تجيب. ها توقعكم كم بتجيب؟ أنا أقول 4 دقائق، 5 دقائق، 6 دقائق. إن شاء الله إن شاء الله نكون أكثر وقت في السعودية في سبينر المريخ. سميناه سبينر مريخ لأنه جاي من المريخ. يلا 3 دقائق و57. أمسك أمسك أنا بروح. 4 دقائق. شكل عبد الله بيربح تحدي بودي برجر. كم 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 كم؟ 50 ثانية. 5 دقايق. ربحت تحدي بودي برجر. التحدي ربحه عبد الله أخوي. مستميدة ولا لو مستميدة ولا نصر بالراس. 5 دقايق. التحدي ربحه عبد الله اخوي. 5 دقائق و14 ثانية. طبعا ها بجيب ال6 دقائق بالراحة. باخذ هذه جاية تشاركنا، هذه من الجمهور. شفتوها؟ هذه من الجمهور. ست دقايق. شكلك ربحت تحدي بودي برجر. من اللي يربح؟ انت والله ربحته، الله يعين. يلا عشاء كامل بودي برجر. وجبة. جاء انت 6 دقائق و15 ثانية، 6 دقائق و19 ثانية، 6 دقائق و21، 22 ثانية، 23. يلا يا الجمهور صفق، هذا حد جمهور لازم يصفقون. طب يلا يا مالك، يلا 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 ناظر كم جابت. كم 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 كم. وقف وقف، اذا وقفت تضغط. طب حبيبي اتوقع اكثر واحد في السعوديه.